لكم إلى هذه الحلقة من برنامج غذاء رياضة وصحة. يسرنا أن تكون ضيفة هذه الحلقة المدام فداء محمود، وهي خبيرة التغذية، حيث سنتحدث معها في أكثر المواضيع أهمية بالنسبة لصحة الناس. أهلا وسهلا فيك مدام فداء. أهلا وسهلا فيك مدام فداء. هلا في مفهوم شائع بشكل عام، الرياضة الاستقلابية أو موضوع الاستقلاب بشكل عام، هذا بيهم الرياضيين وغير الرياضيين، شو بنحكي عن هذا الموضوع؟ هلا أول شيء خليني أنا أعرف شو معنى الاستقلاب. تفضل. الاستقلاب هو كل العمليات الكيميائية اللي بتضل بتصير بالجسم لحتى يحافظ على حياة البني آدم. بالإضافة ليحافظ على حياة الأعضاء الحيوية الموجودة فيه لتضل تشتغل بطريقة بشكل الأمثل. يعني أنا مثلا باخد لحتى تتم هالعمليات هاي بحاجة لطاقة. هالطاقة هاي بدي أخذها أنا عن طريق أغذيتي، فبدي أعتمد فيها أنه تكون كمية الطاقة مناسبة لعملية الاستقلاب اللي تتم بجسمي. طيب هلا بالنسبه لموضوع الاستقلاب، متعلق هو بنوع الغذاء اللي عم ناخده نحن؟ يعني في ناس مثلا في اغذيه معينه بتؤدي لموضوع الاستقلاب عند بعض الناس، ما بتؤدي لهذا الموضوع عند ناس ثانيين، متعلق بطبيعه الجسم ولا بنوع الغذاء؟ عمليه الاستقلاب بتروح بكذا الى يعني كذا موضوع بياثر فيها. في اول شيء الوراثي، العامل الوراثي له دور. مثلا مشاكل، احيانا في عالم عندها مشاكل غده بتاثر عندها غده درقيه. ان كان عندها قصور ولا فرط فبتأثر بعمل استقلابية، بتزيده وبتنقصه. في عندنا مشاكل الحجم، حجم العام، حجم الشخص بيأثر. عمره. عمره هلأ إذا بدي أحكي أنا على الحجم، إذا واحد الشخص عنده كتلة دهنية أكبر من كتلة عضلية يعني البدينين حصران، بده يكون في عنده الاستقلاب بطيء. واحد كبير بالعمر، كل ما كبر بالعمر بيخفض عنده معدل الاستقلاب بالجسم. في ناس موريسات جينية كمان انه استقلابها بطيء، او في عالم استقلابها سريع. طيب اثناء ممارسه التمارين الرياضيه يقال احيانا انه ببدايه التمرين واول 5 دقائق او حتى 10 دقائق بيروح نسبه كبيره من الشحوم المتراكمه اللي بيسموها الشحوم البيضاء، في هيك حاله ولا معلومه مانا يعني شائعه ولكن ليست دقيقه؟ هلا الشحوم وقت اللي بدها تكسير الشحوم بياخذ وقت كثير طويل. يعني واحد بيلعب كتير تمارين رياضية، بيلعب كتير رياضة، بده يكون محفز الموضوع مو بس مع التمرين الرياضي، مع الأغذية لحتى يصير عنده حرق دهون. وبده يكون حريص كتير انه خلص وقف استهلاك دهون لحتى يبلش يصرف المخزون اللي عنده. فبتاخذ وقت كتير طويل لتنحرق ولحتى تتكسر. يعني هذا الموضوع بيكون بالفتره الاحماء، اذا اعتبرنا انه اول 5 دقائق او 7 دقائق. هلا فتره الاحماء انا عم سخن العضله، العضله بدها تدور على المخزون، شو في عندها مخزون. بنيتها ان كان جلوكوجين ولا كان نسبه حواليها نسبه دهون. فبدها تحاول تسخن حالها لحتى تسخن حالة بالمخزون اللي فيها. فأنا شو اللي عندي، أنا بحب دائما أقول إنه بدي أخذ استهلك سعرات حرارية أقل من أقل من اللي بدي أصرفه. مزبوط. فأنا أخذ نسبة سعرات حرارية إضافية. بدي يكون عندي مجهود عضلي إضافي. فبيشتغل دائما تمارين الإحماء بتشتغل دائما على تسخين العضلة. وهو فتره الاحماء طبعا فتره كتير مهمه للرياضيين مشان ما يصير عمليه ارهاق للعضلات، او يعني هي خلالها بيتم موضوع التسخين للعضلي، وليس انه كما يقال انه بدي بلش احرق. لا ما بكير اصلا يبلش واحد يحرق. ببلش بعد قديش، كم دقيقه تقريبا؟ هلا ليحرق بده يحرق اول شيء المخزون اللي بجسمه. قلت انا هلا فيني احكي انا بهذا الموضوع. فضل. انه واحد اخذ مثلا اخذ وجبه كربوهيدرات. هاي الكربوهيدرات بدها تمثل بجسمه، بدها تروح بشكل جلوكوز، تمتصل الجسم على شكل جلوكوز. هذا الجلوكوز بده يتمثل بشكل جلوكوجين. الجلوكوجين عندنا مسؤول عن تكوينه بالجسم هرمون الانسولين. مسؤول عن تخزينه بجسم العضلات والكبد. موجود هو بالعضلات وموجود بالكبد. هلا انا اخذت صار عندي بجسمي جلوكوجين موجود عندي بالعضله وموجود عندي بالكبد. الكبد بيضل بيعطي للدم منه خلال انا وقفت عن الاكل. بيضل بيعطي للدم منه بيفرزها بالجسم بيضل شيء 12 ل 18 ساعه تخلص من الكبد. بالعضله موجود بده تضل العضله تشتغل حتى تخلص منه. هلا موضوع حرق خلصت الشحوم. خلص منها بدي انا عندي الدهون موجوده بتنزل بالجسم. هاي الدهون بعد ببلش الخلايا تكسرها لحتى تنصرف عندي بالجسم بتعطي طاقه.
نعم. هلا موضوع حرق الشحوم اذا ركزنا عليه نوعا ما، يقال انه احيانا في ناس بيتم حرق الشحوم عندها بنسبه كبيره كثير في فتره الصيف، وفي ناس بالشتاء، يعني انت شو رايك بهالموضوع؟ وين يعني شو افضل الرياضات؟ تختلف الرياضات حسب الفصل مثلا؟ هلا طبيعه الجسم البشري مثل بقيه الاجسام الكائنات الحيه بتكيف مع حاله الطقس، حتى انه بيميل بالشتوي لتكوين طبقه دهنيه تعطيه الاحساس بالدفء. نعم نعم. بشكل طبيعي يعني، فلذلك بنلاقي انه نحن اغلب العالم بده يزيد وزنه باخر موسم الشتاء. بس واحد يكون حريص انه هالزياده هاي انه ما تكون كبيره، يعني ما تطلع فوق الكيلتين لحتى وقت اللي يبلش صيفه يقدر يتخلص منهم بسهوله. يعني خلال فتره فصل الشتاء بيزيد وزنه لانه بتشكل كتل دهنيه، بدها تبلش طبقه دهنيه انه بتتشكل لملح الاحساس بالدفء. نعم. هاي شغله. وشغله ثانيه بالاضافه انه نحن بالشتويه حركنا كثير بتكون اقل. صحيح. اغذيتنا بتكون اكثر، فيها اكثر دسامه. بالاضافه انه فيها كربوهيدرات اضافيه كثير، حتى سبحان الله الجسم بيطلبها، لانه يعني الجسم بيطلبها لحتى بده طاقه للدفي. اللي بيطلبها ليعمل طاقة ليشكل هالطبقة الدهنية اللي بدها تعمل له يعني تمنحه الإحساس بالدفء. نعم. طيب الرياضة بطبيعة الحال هي في صباحية في مسائية، أحيانا حسب ظروف الشخص، يعني ممكن واحد عنده دوام الصبح بكير كثير ما بيلحق، يعني شو الأفضل تكون صباحية ولا مسائية؟ هلا يفضل يكون في رياضة صباحية مسائية، المهم يكون في رياضة. نعم. هلا الرياضة الصباحية أحسن. نعم. لانه بدها تنشط الجسم وفيني انا ساهم، اذا قلت انا بدي فيق الصبح بدي اخذ سناك خفيف. نعم. شويه وقت بروح بعمل تمارين رياضيه. برجع باخذ وجبتي. نعم. وجبتي اللي بدها تكون وجبه غنيه بالبروتين والسوائل والكربوهيدرات. هاي عندي وقت انا اصرفها كل النهار. نعم صحيح. يعني ما رح تتراكم عندي بجسمي. نعم. الوجبة اللي هي وجبة صباحية بعد موضوع الرياضة الصباحية، الفطور الحقيقي بده يكون. نعم. بعد لازم يكون الفطور في مواد ضخمة، بده يكون في بروتين. خليني أقول هلأ فترة الصبح بده يكون في حليب مثلا، ضايفة له عسل أو ضايفة له شوكولاه. بده يكون في بيض. ممكن يكون في حبوب خليني أقول حبوب معمولة هي اللي بتشوفها كتير بالأسواق بتاخذ مع الحليب. نعم. بتكون معتمدة على الرز أو القمح أو أو الزرعة أحيانا. أو الزرعة. نعم. فيني هاي الوجبة اللي أخذتها أنا. نعم. بدي وقت لحتى تصرفها، وقت اللي بدها تكون من الصبح أخذتها بتضايقني كل النهار، بتعطيني طاقة على كل النهار. صحيح. بالإضافة لأنه ما رح تتراكم عندي بجسم لأني قعدت، أنا عملت تمارين رياضة وقعدت. نعم نعم. كما يقول المثل الشعبي القديم إنه الفطور يكون فطور ملوك، العشاء يكون عشاء فقير. عشاء فقير. وبالتالي الوجبة بتكون بالنص بيناتهم، هي وجبة تكون معتدلة. اعتمد فيها، أنا بدي اعتمد فيها أصناف تكون كتير مغذية، يعني بدي اعتمد فيها بروتين وألياف، بدي فيتامينات كلها بدها تكون موجودة بشكل، إذا قلت كربوهيدرات بتكون موجودة بشكل حبوب كاملة، أنا بفضل تكون كاملة أو بشكل مثلا طبق معكرونة. هلا الحبوب الكاملة يعني وين أكثر شيء؟ شو المقصود بالضبط بموضوع الحبوب الكاملة؟ نعم. موجودة هي بالأساس بغذائنا الطبيعي؟ لازم يكون موجودة. بس نحن عندنا هون القمح فينا. نعم. يعني القمح المقشور، الرز المقشور. نعم. العدس. كمية الطاقة بتكون كبيرة كثير بال الألياف اللي فيه هي اللي بتساعد على عملية امتصاص ال بتخليها لعملية امتصاص العناصر الغذائية بالجسم بشكل الأمثل. بتمنع امتصاص السوائل، عفوا الدهون بالجسم. نعم. بتصرف الدهون الزائدة والفائدة من الجسم. نعم. يعني قبل ما تتراكم. فهي عملية يعني عناصر محسنة لعملية الهضم. الناس اللي بتلعب رياضة مسائية بحكم ظرف دوامة أو التزامات أو هيك، نفس الشيء بيرجع هو من الرياضة لأنه صارف طاقة، وبالتالي بده كمان بده وجبة كبيرة تعوض. فهون صارت الوجبة الكبيرة هون وجبة مسائية. وجبة مسائية. فهي الفكرة أنه أنا بحبذ أنه رياضة صباحية. هو لازم يلعب رياضة لانه. نعم. رياضه كثير حتى لو كانت وجبته كبيره المساء. بس هو بقى بده يلاقي يشتغل بموضوع، انا وجبتي هون بدها تكون كثير خفيفه الدسم، قليله الدسم، يعني خليني انا اعتمد البطاطا. وجبه البطاطا، البطاطا من الخضره كثير منيحه. نعم. انا قلت انه في عندي سبانخ. نعم. قالها بحلقه قبل انه في سبانخ كثير غنيه. نعم. بالمعادن. نعم. هي بتعوض عن بتعطي شعور بالشبع ولكن ما بتركز دهون بال والبيض مثلا. في واحد ياكل بيضه كل يوم، هدول اللي بيعتمدوا هالتمارين هي بيضه كل يوم كثير منيحه. نعم. مثلا اللحوم يعتمد اللحم البيضه نفس الشيء. ليش البيض؟ هلا حكينا بحلقه نحن سابقه كمان عن موضوع الهرمون بماده الفروج الموجوده بالاسواق، ما بينطبق الحديث كمان على البيض؟ يعني كمان انه
هلا الهرمون دائما بده انه يوجد بده الحاضن له بيكون ماده دسمه دهون، فمشان هيك انا بقول انه وقت بدنا ناكل مثلا الدجاج من قيم الجلد والطبقه اللي تحته مزبوط. في البيض هلا نسبه الدسم فيه يعني ما انا موجوده بالشكل اللي خارج ياخذ الهرمون، نعم يختزن فيه هرمون. في المعادن اللي فيه كثير منيحه، الاحماض الامينيه، في الاحماض الامينيه اللي تسعى اللي هامه كثير كثير ببناء الجسم وتمثيلها بشكل بروتيني مهم كثير لبنيه العضله. مثلا البيض يعني انه هي الفكره انه انا بدي هي الوجبه انه فيني اتحكم فيها حسب الوقت اللي لعبت فيه تمريني. طيب هلا التمارين بتختلف صباح او مساء، نظام الوجبات مدام فداء، يعني انت بتفضلي كمان انه يكون في 3 ولا 5 وجبات باليوم كغذاء مدروس على مر اليوم خلال ساعات اليوم كله، ولا يكون عن النظام العادي انه في ناس بتفطر احيانا ما بتفطر بتغدى مره واحده وانتهى الامر؟ هي انه اللي ما بيفطر هذا كثير كثير وضع صعب، يعني كثير وضع صعب اللي ما بيفطر. لانه فكره انه انا ما بفطر ما باكل غير وجبه واحده باليوم وما بعرف ليش بنصح. صحيح، وبياكل اقل من غيره، هذا تساؤل كثير، وما بنصح اكثر من غيره، تساؤل كثير ملاقي عند العالم. انا بدي بلش نهاري يعني جسمي بده يعرف انه انا عندي عمليه هضم، عندي عملية حرق، زواكر جسمي بدها تشتغل على الأساس. فلذلك أنا في الصبح لحتى تنظم جسمي أو تنظم استقلاب جسمي لازم بلش بفطور. فطور خليني أقوله أنا حتى لو ما كان الواحد يقول نفسه على الفطور مثلا، يعني يكون فطور خفيف، يعني ما قصدي أنا فطور دسم. يعني فواكه مجففة كتير منيحة بالموضوع. بيض مثلا، بيضة كويس. كمان بيضة مسلوقة، حطيت لها ملعقة زيت زيتون كمان كتير ممتازة. يعني ما بقول أنا أنه حط كل شيء عندي بالبراد قدامي بحط أفطار. كتير يعني لازم أنا ببلش، بس فقت خلال بعد 10 دقائق من فقتي لازم. طيب ليش بيسمن اللي بياكل وجبة وحدة بيروح بلا فطور، بياكل تفاحة أو موزة أو ممكن ولا شيء أو كاسة شاي فرضا فنجان قهوة وبيروح وبيرجع على الغداء، طبعا إجباري بدي يكون جوعان وبالتالي بدي ياكل كمية كبيرة كتير، فهو بياكل العشاء ما عاد يتعشى هو، فبيتفاجأ انه بينصح اكثر من الناس الثانيين، يعني بيزيد وزنه بطريقه غريبه انه بتفكري عم ياكل كل النهار، لانه استقلاب جسمه تخرب. يعني جسمه كل ضل من وقت اللي فاق لوقت اللي تغدى جسمه ما عم يحرق شيء، يعني ما عم يحرق الا مخزونه. ما عنده شيء، ما يعني الزواكر تبع خلايا ما عندها رسائل انه تقول انه انا في عندك عمليه هضم مستمره. فبيجي هو هي الوجبه اصلا اخذها وجبه كبيره لانه بده يكون عنده حاله جوع ولو ما حاسس فيه، بس قاعد بده يحس فيه. بده ياخذ كل العناصر الغذائيه بشكل مكثف. يعني مثلا اذا اخذ الفيتامينات والمعادن مع الوجبه الدسمه ما راح تكون كافيه لحتى تحسن عمليه تمثيلها بالجسم. بده ف وحتى الاحماض الموجوده بالمعده، الاحماض الموجوده بالجهاز الهضمي ما راح تكون قادره على تصريفها او بشكل مظبوط. يعني ما راح يتم امتصاص لازم يمتصاصه، وبالتالي النظام سيء جدا يعني. فبده يصير فيها تراكمات شحمية لانه اخذ وجبه كبيره كثير. يعني افراز الهرمونات مثلا خلينا نقول الانسولين، اخذ هو مثلا خلينا نقول كميه كبيره من الكربوهيدرات، بده ينفرز الانسولين عنده بشكل سريع. بده يحرق مثلا كميه معينه والباقي بده يضل بالجسم يتخزن على شكل شحوم. هلا نفس الشيء، في دراسات كثير بتحكي عن موضوع اهميه الفواكه تحديدا البرتقال والليمون. يعني الدراسه بتحكي انه نسبه الاصابه بالامراض القلبيه في الشرق المتوسط اقل بكثير حتى من بعض الدول الاوروبيه اللي كلنا بنعرف راقيه كثير صحيه بتهتم بغذاء الانسان كثيرا، ولكن عم يشوفوا انه نسبه الاصابه بالامراض القلبيه هون ممكن تكون اقل. فكمان موضوع البرتقال والليمون يعني موضوع مهم جدا في هذا الموضوع، كيف لازم كمان احنا يتم استهلاكه خاصه رخيص في الاسواق جدا. يعني الحمضيات بشكل عام الان بكل اشكاله عندنا احنا، يعني متناول كل العالم. وفاكهه غنيه كثير، يعني الله خلقنا اياها بالشتويه لانه عن جد كثير مهمه. فيها فيتامين سي اللي بده يحمينا من الامراض، الامراض الشتويه وامراض البرد. ويحسن مناعه الجسم. فيها الحديد اللي بده يحسن ينشط الدم. فبده يضل يوصل لكل الخلايا ويوصل الاكسجين المناسب لكل الخلايا، حتى بده يساعد بعمليه حرق الشحوم. في فيتامين بيتا الكاروتين بده يتوصل بالجسم بشكل فيتامين ا، هذا المنيح للجسم بشكل عام ولشبكيه العين، بيحمي من كثير من الامراض
أمراض سرطانية وأمراض قلبية، لأنه بمضادات الأكسدة اللي فيه اللي بتتشكل هي مثلا بيتا كاروتين نمط من مضادات الأكسدة، فيتامين سي نمط من مضادات الأكسدة. هاي المضادات الأكسدة اللي فيه بتحمي من من الشحوم الشكل السيء. نعم. طيب حتى هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، نحن موضوع الوجبة الواحدة، بعض الأشخاص عندهم وجبة واحدة، ممكن موضوع البرتقال أو الليمون حتى لو كان نظاما وجبة واحدة، بعد هالوجبة الواحدة اللي عم ياخذوها ياخذوا مثلا يساعدهم شوي يعني يخفف من أضرار نظامهم؟ هلا ما رح بقى يقدروا ياخذوه، لانه اخذوا الوجبه الكبيره اللي اخذوها ما بقى رح يترك لهم المجال انه ياخذوا، خصوصا اذا كانت بوقت متاخر، خلينا نقول مثل العشاء يعني. واحد اخر وجبه لازم ياخذها قبل ما ينام بساعتين. فهلا يفضل دائما البردقان او الفواكه بشكل عام، اي حبه فواكه اعتبرها انا وجبه اخذها بين الوجبات الرئيسيه. انه انا انت حكيت اول شيء انه عن نظام 3 وجبات أو 5 وجبات، صحيح. لانه انا خليني اعتمد انه نظامي اليومي عندي 3 وجبات اساسيه، فطور غدا عشاء. بدي اخذ بيناتها وجبات خفيفه، هي بدها تشكل عندي، بتتاخذ عندي بشكل سناكات، ان كانت حبه خضره ولا حبه فواكه. فهو ما رح تنفسحوا هالمجال. هلا يعني اللي بيحب مثلا يهتم بموضوع انه انا بدي يصير امتصاص الشحوم عندي بشكل سليم، ياخذ حبه فواكه قبل الوجبه، وجبه الغداء تحديدا بربع ساعه، بربع ساعة. فهي انه بتخفف امتصاص الدهون والشحوم بالجسم. يعني هالحديث بيشمل حتى نظام الوجبه الواحده، نظام هلا واحد بده يعمل هو اهم شيء انه يحافظ على نظام الوجبات، يحافظ على نظام متوازن من الوجبات. هلا نظام الوجبات احيانا بيخرب بشهر يعني نظام الوجبه الواحده بيشبه نوعا ما نظام شهر رمضان الفضيل، يعني كمان نفس الشيء، الواحد عنده وقت الفطور بشهر الصوم كمان بيكون وجبه واحده، ولكن البعض بيوزع بين فطور وبين سحور، كمان المفروض يقنن بكميه المواد الغذائيه اللي عم ياخذها خلال الوجبه الواحده. هلا الفكره انه برمضان يعني ما بعرف ليش انه مفهمانين انه واحد لازم يفطر يحط كل شيء بجعبه باله، لازم بنهايه الشهر بتنصح ما بتنصح يحط كل شيء جعبه باله وياكله دفعه واحده. نعم. هي الفكره انه بالفطور اول شيء واحد لازم يبلش بسائل سائل، بعدين كم مثلا معروف انه واحد ياخذ كاسة مي وكم حبة تمر. نعم. بده يريح شوي. هلا هو اخذ الكربوهيدرات اللي وسوائل ليوازن السوائل اللي كانت ناقصته بجسمه. بعدين انه بده يفوت على وجبه بعد مده من الوقت بياخذ الوجبه الرئيسيه. وجبات الفواكه بعد انه بده ياخذها على اخر الليل، اللي بده يعني انه لازم تتوزع، ما لازم تكون وجبه مركزه بس بعاده الفطور. فاجباري اللي بده يفوت فيها نظام وجبه واحده بده يزيد فيها وزنه، بده يزيد فيها وزنه. طيب هلا في كمان احيانا بعض الدراسات بتحكي انه تصنيف الاغذيه العالميه او اهم اغذيه في يعني في العالم موجوده، حاطين البروكلي على راس قائمه هاي الاغذيه، ثم يليها الليمون الحامض، يعني محددين حتى الحامض وليس البرتقال. هلا المعتمدين هنا بالموضوع الخضره الورقيه بشكل عام كلها تحوي كم هائل من مضادات الاكسده. نعم. ان كان بشكل من فيتامينات ولا معقدات اخرى. البروكلي بيصنفوا فيه انه فيه فيتامين سي بكميه هائله. والليمون الحامض فيه. نعم. فيتامين سي. نعم. بشكل كبير. التصنيف بناء اعتمادا على الفيتامين سي، فيتامين سي ومضادات الاكسده الثانيه الموجوده. نعم. فيه. نعم. فيتامين ا مثلا، حتى عم يوصلوه لمرحله اكبر من هيك للبروكلي غير فيتامين سي، انه بيقاوم السرطانات. هي جاي الاولى لانه فيه البيتا كاروتين اللي فيه، هي بدها تمثل بالجسم بشكل فيتامين ا. هي كثير بتحمي من سرطانات بكل اشكال، ان كان سرطان. نعم. كبد ولا سرطان الرئه. حديث على البروكلي بينطبق على ماده الزهره الموجوده نفسها تماما، بس هي بتكون خضره لانه يعني فعلاً. تجي من الخضار الخضره، يعني ما فيها ماده الزهره، ما فيها نفس الماده الموجوده في البروكلي. هلا اللي بيميز الزهره والملفوف وهدول القصص الكبريت اللي فيها بيعطيها الريحه. نعم. هاي بس العناصر الثانيه الموجوده فيها، المعادن الموجوده فيها، السيلينيوم هذا اللي كمان مضاد معدن السيلينيوم بيعتبر مضاد اكسده. نعم. رائع. كمان كلها هاي بتحفز لحتى تخليها الاولى مثلا بهالدراسه، لانه كلها تبدا تشتغل عم تجنب الامراض السرطانيه. نعم. كانت بتصيب الرئه. يعني البروكلي افضل من الزهره لانه كمان لانه اخضر. نعم. على الاخضر. نعم. في الخضره الخضراء فيها فيتامين سي بشكل مكثف اكثر. نعم. وفوليك اسيد فيه نسبه اعلى. بالاضافه للمعادن اللي. نعم. غنيه. طيب هلا احيانا كمان نفس الشيء، في ناس بتعتمد على طعامها اللي جاي تركز وجبه، فبتشغل كمان التلفاز وبتقعد تتغدى او تتعشى وهي عم تشاهد التلفاز، كمان شو اضرار هذا الموضوع مدام؟ هلا واحد فتح التلفزيون اكثر شيء بحبه، هو ممتع الموضوع، ممتع يعني بصراحه عشان يكون واضح، يكون ممتع بوقته، بس بعدين. نعم. واحد بده يطلع شو صار فيني ما رح يكون ممتع. نعم. فخلي المتعه انه دائما واحد انه ما يحصرها بوقت محدد. واحد عم يتفرج على التلفزيون ما بيعرف شو بياكل. نعم.
هي بشكل طبيعي واحد بفكر حاله ما اكل قد يعني ما بيعرف يقدر، بيقدر اللي اكله اقل من الحقيقه. فكيف عم يتفرج على التلفزيون؟ ممكن ياكل كل شيء قدامه وما يشعر بالموضوع، ما يحس انه اكل. هاي شغله. وشغله ثانيه انه هو قاعد ما راح يزرج هذا عضلي. والاكلات اللي بيحب واحد يشوفها هو قاعد عم يتفرج على التلفزيون كثير بتعتمد على المقرمشات. يعني مثلا المقرمشات كثير بتكون غنيه بالدسم. فعم يعطي جسمه فائض من المواد الدهنيه وما بيشعر فيها، والشحوم بدون ما يحس بحاله. نعم. في كمان بعض الابحاث باليوغا مثلا، طبعا هي اليوغا تدعو الى الابتعاد عن اللحوم تماما. نباتيه عندك اكيد نباتين بشكل كامل. بس لفت نظري الشخص اليوغي احيانا بينصحوه بالابتعاد عن الثوم والبصل، اللي هن مواد نعتبرها مواد غذائيه بامتياز يعني، ولكن بينصحوا باليوغا انه الاقلال منه كثير. هلا التفاصيل هاي ما راح نحكي عليها، بس الثوم والبصل من اهم النباتات الطبيعيه. نعم. لأن المركبات اللي فيهم بتحمي من الالتهابات الفطريه والجرثوميه بكل اشكالها. بتحسن عمليه التمثيل الغذائي بالجسم، فيهم عناصر غذائيه كثير مهمه، ان كانت تشكل معادن او لا مثل ما قلت انه مضادات التهاب. ف يعني فكره انه واحد يبعد عنهم انا ما بأيدها. ما بتأيدها ابدا. نعم. يعني مع ذلك انه هي لازم ندخلها احنا بوجباتنا باي طريقه كانت. نعم. ان كانت تضل ني ولا تصير مطبوخه. هو يفضل تكون غالبا بينصحوا فيها تكون مطبوخه، لانه ني لها شويه التاثيرات على المشاكل حسب واحد وضعه الصحي. في ناس عندها مشاكل هضميه ممكن تزعجها، فيفضل ياخذوها بشكل المطبوخ. حتى ماده الثوم بيستخدموها احيانا كمعالج لمنطقه فيها اصابه فطريه او هي المشكله الفكره، لانه فيها مضادات فطريه. نعم. وبالتالي ممكن الاستغناء عنها ما بتنصحي فيه نهائيا يعني. الخضره يعني ما بقى انا ما بايد الفكره الابتعاد عنها. طيب هلا الرياضات كمان مدام فداء مختلفه احيانا حسب الاعمار، يعني تشوفي مثلا الصف السادس او السابع او هيك، وبتشوفي اللي عمره 30 40 سنه و50 سنه عم يعملوا هيك مجموعه ويروحوا يلعبوا كره قدم مثلا، يعني في تفاوت بالاعمار. فشو بياثر هذا الموضوع على الشخص الكبير شوي بالعمر؟ انه يلعب مع ابناء جيل اقل بكثير من جيله. هو دارج هالايام بطولات كره القدم، هو يمكن بيعطي طاقه ايجابيه، بحس حاله انه اكثر نشاط بده ينافسهم بنشاط بس هو ما قادر ينافسهم بالاساس، بس بده يرهق جسمه اكثر، بده يحمل جسمه اكثر ما بيقدر يتحمل. فيفضل انه مجاراه موضوع العمر كثير مهم، انه واحد ينتبه للمواعيد، يكون جروبات اللعب دائما قريبه من العمر. بحيث انه واحد ما يدخل حاله بهالمتاهه، انه انا خلاص بدي فرجي انه انا عندي مثل بلعب مثلكم الشباب، يعني بلعب مثلكم وانا جسمي اصلا ما له قدره يلعب مثلكم. او الصغار بدهم يحاولوا يعملوا تمرينات اسا خبرتهم ما منحتهم، يعني ما عندهم الخبره الكافيه لتاديتها. فيفضل انه دائما تكون جروبات متناسبه بالعمر. حتى هو مع التقدم بالسن في معلومه طبيه انه الفقرات بتتقارب، يعني انه بصير الشخص حتى يميل الى انه يظهر او يقصر او هيك، لانه الكتله العضليه بتبلش تخف، كتلته العظميه بتبلش تخف، بيصير عنده تراكمات دهنيه اضافيه. ليش؟ لانه استقلاب جسمه خف. نعم. مشان هيك بنلاقي يعني هذا الموضوع ما في بيعملوا هذا الموضوع شيء نهائيا. راح يصير هيك، يعني راح يصير هيك. هلا التمارين الرياضيه كثير كثير بتحسن بهالموضوع. لانه انا بدي اشوف انه وقت اللي بدي العب رياضه، بتحسن استقلاب الجسم. لانه بتبني الرياضه بتبني بنيه عضليه منيحه. وقت الاستقلاب الجسم بيكون احسن بالكتله العضليه اكثر واكبر من استقلاب الكتله الدهنيه. فوقت بدي العب رياضه انا بدي احسن الكتله العضليه على حساب الكتله الدهنيه، يعني ما راح يكون عندي تراكمات دهنيه زياده، فمعناتها استقلاب جسمي بده يضل احسن. طاقه جسمي بده تضل احسن. حمايتي من الامراض والترهلات وضعف القلب وضعف الدماغ بده يكون اقل. فالتمارين الرياضيه يعني كل عمر له تمارينه. صحيح. المفروض واحد يضل محافظ عليها كل حياته، يعني من بدا الطفوله وصولا يضل محافظ عليها. نعم. هلا موضوع النوم حتى عند الرياضي وعند غير الرياضي كمان بيختلف، يعني لا يقال انه شخص عنده بطوله لازم ينام قبل البطوله عدد ساعات اكبر من الحاله الطبيعيه له، والاطفال لازم يناموا 8 او 9 ساعات، يعني كيف بتشوفي انت قديش مطلوب فعلا عدد ساعات نوم؟ هلا الطبيعي لازم يكون بين 7 ل 9 ساعات، بيفرق حسب العمر. نعم. حسب الجهد العضلي اللي بيقوم الشخص فيه. الطالب بالدراسه بيتطلب عدد ساعات نوم اكثر، مثل ما قلنا الرياضي بده عدد ساعات نوم اكثر. ليش؟ لحتى جسمه يكون له قدره لافراز الهرمونات اللازمه لترميم وتعويض الخلل اللي صار، لانه وقت الواحد عم يقوم بتمرين رياضي بيكون في اجهاد
العضلات في عنده. نعم. حتى بيكون في وقت الواحد بيطبق تمرين رياضي بيكون صاير عنده انه اذا بدي اقول نقطة التماسك بين الالياف العضليه في صار فيه تمزق. فالفكره انه بدها ترجع العضله تبني حالها من اول وجديد. هي بدها لحتى ترجع تكون العضله قادره على هالشيء بدها نوم وبدها اكل يعني نظام غذائي وبدها نوم. لحتى يكون عندها الوقت الكافي لحتى ترمم حالها وترجع تبني من اول وجديد. طيب هلا موضوع كمان النوم بالظلام مهم جدا يعني كما يحكى مشان افراز هرمون النمو كثير ضروري. نطلع على ضيعة بعيدة مثلا جبلية ومننام فيها ساعتين بتشعري انه بتقضي مرتاحة يعني بينما بتنامي احيانا بجو ضوضاء وهيك بتنامي 5 ساعات بتفيقي أرقة ما 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 الجسم لم يأخذ حقه من النوم لأنه او من الراحة لانه يمكن الاذن ما بتنام الاذن ما بتنام فواحد حتى اذا بدك تفيقه بدك تعيط لحتى يفيق مثلا يعني يمكن هو واحد هو نايم ما بيكون نايم عن جد وقت اللي بيكون فيه جو ضوضاء فلذلك بده هسه وقت اطول لحتى يعوض. نعم صحيح في غدد لا تعمل الا في الظلام وهي الغدد كثير الى دور بمقاومه بعض انواع الامراض المستعصية لا تعمل الا في الظلام الحقيقي يعني هلا في عندي هرمون النمو ما بينفرز الا باثناء النوم وبالظلام. نعم. هذا الهرمون كثير منيح للانسان وقت اللي بيخلق لوقت اللي بيموت يعني للاطفال حتى يكون نمون طبيعي. نعم. لازم ضروري كتير إنه هرمون النمو للكبار لحتى يكون خلايا عم تستقلب بشكل مزبوط هرمون النمو كتير ضروري لحتى بشرته تضل مزبوطة. علمان طفل هرمون النمو مهم جدا أثناء الظلام. علمان طفل أول ما بيولد يقال إنه يعني يكون في ضوء فوق رأسه شغال حتى في خلال ساعات نومه. هذا الضوء بيقولوا شغال مشان اليرقان تعرف الطفل بيكون في عنده فترة محددة يعني. مشان المركب اللي بيكون معقد اللي جاي معه بالكبد ليتفكك بده ضوء ازرق فبيحطوا له لمبه زرقاء مثلا فوق او لونه فوق جسمه مشان هذا المعقد هذا بيتفكك بالضوء الازرق بيكون ماشي بدمه مشان تجنب اليرقان. ما له علاقه بالموضوع هذا. طيب حكينا بموضوع الطفل المراه الحامل كمان مدام فداء وتعرضت انت لهي التجربه شو الرياضات اللي ممكن تكون قادره على ممارستها بحيث تحافظ على لياقتها وكمان توصل لفتره ولادي بطريقه اسهل؟ هلا هي دائما لازم تحاول تنشط العضلات عضلات جسمها ان كانت عضلات الساعدين عضلات الاجرين لانه التمارين الرياضيه كثير منيحه للحامل. تمارين الرجلين تحديدا مهمه كثير. المشي كثير كثير منيح لها مشان ما يعمل عندها تخثرات بالساقين او مشاكل دوالي. بس بتختلف حسب مراحل الحمل تبعها. مراحل الحمل بتفرق معها من كل مرحله لها تمارينها الخاصه. وكل وضع حمل له تمارينه الخاصه. وبعد الولاده في تمارين كثير خاصه مهمه تكون عندها فكره عنها مشان تجنب بالترهلات والضعف البنية اللي كان هي العظمية ولا العضلية عندها بعد الولادة. طيب هلا موضوع التمارين الرياضية حكينا فيها نحن مطولا، انت برايك لازم كل يوم يكون في تمرين رياضي ولا يوم ايه يوم لا على مبدا استشفاء العضلة؟ هلا بالاسبوع لازم يكون عنده 150 دقيقة جهد رياضي. يوزعها مثل ما بده بدي يوزعها هي في وزعها مثلا انه انا بدي 5 ايام الاسبوع كل يوم فيهم نص ساعة، فيني وزعها 30 دقيقة على 5 ايام الاسبوع بريح فيها يومين. حتى 30 دقيقة فيني العبها مثلا كل 10 دقائق لحالها بالنهار لانه اذا ما عندي وقت ما عندي وقت كافي انه هالوقت هذا فرغه. فيني اعملها مجموعات 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق. المهم انه يفضل انه هاي 150 دقيقة تنلعب بالاسبوع والشكل الامثل الا انه تنلعب على 5 ايام الاسبوع. الشكل الامثل على 5 ايام؟ على 5 ايام الاسبوع. وبالتالي تقريبا يعني نص ساعة كل يوم. هلا موضوع نفس الشيء مدة التمرين يعني في ناس في دراسات مختلفة بهذا الموضوع، فالبعض بيقول لك 30 دقيقة، البعض بيقول لك 45 دقيقة، شو بتشوفي أنت الأنسب؟ هلا كيف الفكرة إنه 30 دقيقة ليش بنقول نحن نوصلها بدنا نتجاوز 30 دقيقة؟ لأنه بعد 30 دقيقة ببلش تنحرق الدهون بالجسم. وبالتالي هو لازم يكون أكثر من 30 دقيقة. وهي شغلة، الشغلة الثانية إنه بعد التمرين الرياضي بضل الجسم عم يحرق بين خلينا نقول بين 10 لربع ساعة. عم يحرق. ففي دراسات بتقول لا خليني احافظ على 30 دقيقة وفي دراسة بتقول لا خليني اوصل 45 دقيقة. هاي الدراسات معتمدة انه انا جسمي الساعة عم يحرق بعدها بين 10 دقائق لربع ساعة. وهي دراسات معتمدة انه لا بدي ضل نشط العضلات عندي وحميها لحتى تضل محافظة على الحرق عندهم بشكل منتظم.
مع تقدم السن بيحصل تجفاف بعض المفاصل بالجسم ومنها الركبه مثلا، سائل الركبه بيخف تركيزه مع الزمان، بتزيد كثافه الغضاريف. ففي اغذيه معينه لهذا الموضوع انه فعلا بتساعد على تعويض هذا السائل الموجود بالركبه؟ هلا بتزداد لزوجه الغضاريف يعني بتقل الكثافه، بتزيد الكثافه فيها، فبصير احتكاك المفصل كثير قاسي ومزعج. نعم. في كثير اغذيه الاغذيه واحد بس دخل جسمه بنظام غذائي متوازن بده كثير كثير يساعده عن تجنب هالمشاكل هاي. يعني واحد حاس حاله هلا انا ما عندي مشكله، بضل ماشي شو ما بيجي على بالي بعمل يلا بكره لاحق عليه. هاي الفكره انه واحد بده يكون عنده طاقه لبكره، يعني واحد لازم يكون حريص انه انا افكر بكره انه بدي طاقه تخليني اعيش بكره بشكل الأسب ما يمكن يعني. نعم نعم صحيح. هلا اذا مثل ما قلت انا نظام غذائي متوازن بجنب هالقصص هي كثير، وهذا اللي بدي اعتمد فيه انه انا بدي كثير خفف هاي المشاكل. بتصير اذا زادت نسبه الاملاح بالجسم، زادت نسبه اليوريك اسيد بالجسم، كلياتها بدها تتراكم بهالموضع هذا وتزيد لزوجته، فبصير في احتكاك المفصل بشكل يعني كثير صعب. متوازن نوعا ما. الغذاء المتوازن بيؤدي لإقلال هالمشاكل، من اغلب المشاكل اللي ممكن واحد يعاني فيها مع تقدم السن. في موضوع كثير فينا نحكيها معك، ما شاء الله كم كبير من المعلومات مدام فداء، شكرا جدا لهالمعلومات اللي اعطيناها، وان شاء الله من دقيقه هيك وفي معلومات نضيفها للمواطنين. نضلوا بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الاعزاء، الى اللقاء مع حلقه جديده، مع تمنياتنا بالصحه الدائمه للجميع.